خليني أسأل حضرتك، كيف ترى من وجهة نظرك فرص الهلال الصعود من هذه المجموعة؟ والله انا المؤمن دايما بيكون متفائل ماشي. عندما يبتعد عن التفاؤل، فيصبح فتكون في مشكله في جزء من ايمانه. فانا متفائل تفاؤل 200% انه ان شاء الله الهلال سوف يصعد الى دوري الثمانيه. ولهذا ليس غريبا للهلال، ف عده مرات الهلال فاز في وصل دوري الثمانيه حتى وصل دوري الاربعه. أنا متفائل، حتى إن كانت في كبوة حصلت في جنوب أفريقيا وإن الحكم نقض هدف صحيح شهدوا به كل المحللين والحكام. فإن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة نأدي مباراة إن شاء الله وتكون الكرة في أجمل وجه، وإن شاء الله الهلال منتصر. طيب خليني اسال حضرتك، انا طبعا بتمنى لكم كل التوفيق، بس يعني انا حابب اقول لك انه اتمنى انه الاهلي هو اللي يكون المنتصر. بسال حضرتك في جزئيه ليها علاقه بموعد المباراه، يعني عرفنا انه كان محدد سلفا الساعه 6، بعدين تم تغييرها للساعه 3. هل في سبب بسبب تغيير الميعاد ده ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ انا هقوم ارجع لك للتمني لما تمنيت انت. اتفضل. التمني دائما يكون انسان ينظر للتاريخ. الحمد لله تاريخيا لم يفز الاهلي في السودان على الهلال السوداني. ماشي. وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله حتكون فوز لحين غريب ان شاء الله، بصوره كده محترمه، ما تكون ماشي يعني ما اكثر من 1-0 ان شاء الله و2-0 كده. انت متوقع 1-0 او 2-0؟ لا انا اتمنى مش اتوقع. تتمنى. طيب وانا كمان اتمنى 1-0، انا كمان اتمنى لفرقتي المصريه، من حقي. طيب خليني اسال حضرتك بقى، تغيير الميعاد، تغيير الميعاد من 6 ل 3 ده كان اسبابه ايه؟ اسبابه ان الاضاءه الجديده في موجوده في الاستاد. الان المهندسين اتوا من اسبانيا لتركيب الاضاءه. فالاضاءه الان موجوده على حسب رؤيه اللجنه انها لن تمكن الفريقين من اداء المباراه ليلا. انا بعرض إن شاء الله صور من الملعب، لا شكله حلو يعني. لا هو شكله حلو جدا. هي جوهر الزرقاء. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون جاهز لاستضافه مباراه ان شاء الله كبيره خلال 15 يوما. الاضاءه تكون اكتملت وتكون من ان هي نفس الاضاءه بتاعت الجوهر الزرقاء بتاعت الاستاد جده.